أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 889 ترخيصا إعلاميا وشهادة عدم ممانعة، من بينها 29 شهادة لإنشاء دور سينما فيما صنفت وفسحت 860 محتوى إعلاميا خلال عام 2018. وقالت الهيئة أن تراخيص إنتاج المحتوى الإعلامي استحوذت على العدد الأعلى بواقع 292 ترخيصا، تليها تراخيص بيع التجزئة والتأجير للمحتوى الإعلامي والتي بلغت 250، في حين بلغت تراخيص بيع التجزئة لأجهزة استقبال المحتوى الإعلامي 194.